أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا المساء الجميل. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الحادي عشر، وهو الشوط الخاص بزمول المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة. هذه الأسامي أيضا اللي سجلت إنجازاتها بحرف من ذهب في هذا العالم الساحر حتى وصلت هذه الفئة العمرية مع الكبار وتحديات الكبار. مسافتنا المعتادة والمقررة وهي 6 كيلومترات نسير بالصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى هناك أيضا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. صدارة هذا الشوط والمقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام واللي قاد المجموعة، وانطلاق بناموس هذا الشوط في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز الوسمي شعار أحمد بن محمد بن سالم السبوسي. متابعا لهذا الانطلاق يقدم الوسمي اللي اندفع منذ البداية بالمقدمة، أحمد بن محمد بن سالم بن سعيد السبوسي يلي مع المركز الثاني. أرهني حكيم لعلي بشعار علي بن سليم بالأسود العامري، يقدم حكيم على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز شاهين من الجانب الآخر، يقود بهذا الانطلاق محمد بن حمد بالأسود العامري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بقرة تسلل للذرب لمحمد بن طماطم بن حمد العامري، يتقدم بدوره على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات، تصل الأسامي في هذه اللحظات. وهمام خالد بن حميد بن حارب المهيري من يقدم همام مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات، هملول راشد بن حمد بن ضعيب بن غدير الكتبي مقدما لهذا الاسم على مستوى المركز السادس، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع بقرة لايق بشعار عبد الله بن محمد اللي ينطلق ايضا بهذا الاداء الجميل وبهذا التقدم الواضح والباين مع المركز السابع. ثامنا مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات للتبر لاحمد بن محمد بن سعيد، يتابع التبر مع المركز الثامن والمركز التاسع. تصل الاسامي في هذه اللحظات، ما شاء الله تبارك الله. القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز التاسع، مع المركز التاسع يصل بهذا الانطلاق. يصل نبهان لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري، يتدخل مع المركز التاسع وعاشر الانطلاقات. أرى القدوم من سلهود لمحمد بن راشد بن حضيرم الكتبي، يقدم سلهود مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة، والمسيرة تسير بتحديات هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل والرائع. لن نعود مع الصدارة والبداية والمقدمة وتحديات هذا الشوط، وأرهني أيضا التغييرات المستمرة على الصدارة، ولكن اللي على رأس الحربة، اللي على رأس الحربة حكيم لعلي بن سليم بالأسود العامري. يقدم حكيم بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. من الجانب الآخر أيضا شاهين محمد بن حمد بن الأسود العامري يقدم أيضا على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز، ثالث الانطلاقات، الوسمي لأحمد بن محمد بن سالم بن سعيد السبوسي يأتي بدوره مع المركز الثالث، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بقرة التقدم والتسلل لهملول راشد بن حمد بن ضعيف من يقدم هملول على مستوى المركز الرابع. خامسا من الجانب الآخر شعار محمد بن طماطم بن حمد العامري يقدم الذرب مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات، شعار رعد ريبح يأتي بتحديات همام خالد بن حميد بن حارب المهيري مقدما
لانطلاقة همام على مستوى المركز السادس والسابع. مشاهدينا متابعينا الكرام، ياتي شعار بالهلي مع لايق لعبد الله بن محمد بالهلي الهايري، يتابع لايق على مستوى المركز السابع. ننطلق مع المركز الثامن وأرى القدوم في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، التسلل مع المركز الثامن والأسامي القادمة، نبهان لكاسب بن سالم بن كاسب المسافر، يقدم نبهان مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات، وصلت الأسامي والشعارات مع هذا الانطلاق الجميل والرائع. محمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي يقدم شاهين مع المركز التاسع وعاشر. الانطلاقات أرى القدوم للسلهود لمحمد بن راشد بن حضير من الاجتبي، من يقدم هذا الاسم على مستوى المركز العاشر. أكملنا ندانا الثاني للعشر المراكز المتقدمة، والمسيرة تسير وبالأسود على الصدارة. بالأسود يقدم هذا الاسم مع هذا الانطلاق الجميل. حكيم على الصدارة، حكيم على المقدمة، علي بن سريم بالأسود العامري متابعا لتحدياته حكيم، ولكن من الجانب الآخر أيضا شاهين لمحمد بن حمد بالأسود العامري ياتي مع المركز الثاني. تحدياتي هذا الشوط، ولكن اللي وصل في هذه اللحظات نتابع لايق مع المركز الثالث في هذه اللحظات لعبد الله بن محمد بالهلي الهايري. من يتابع هذا الاسم مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المثير والرائع. تحدياتي هذا الشوط الكوكبة ثلاثية على المقدمة مع هذا الانطلاق المتميز. مغادرتنا للوحة الكيلو المثير مع المركز الرابع وصل في هذه اللحظات. نتابع نبهان مع المركز الرابع، يقدمه كاسب بن سالم بن كاسب المسافري. وعلى مستوى المركز الخامس يتسلل في هذه اللحظات. نتابع رعد شعار محمد بن عبد الله بن معيض النيادي، من يتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا الاسم مع هذا الانطلاق الجميل. ولكن اللي وصل جميل بشعار سيف بن سلطان بن حمد بالاصلي الشامسي، يتسلل جميل باول ندى، يتقدم مع المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة. وحكيم اللي صامد على مقدمة هذا الشوط، يقدمه بهذا الانطلاق علي بن سريم بالأسود العامري. ولكن نبهان ينتزع ناموسي هذا الشوط في اللحظات الأخيرة. كاسب بن سالم بن كاسب المسافري ليهدي السلامات لأهالي رأس الخيمة. سلام جلفار، سلام، اسعدت مساء مع هذا الانطلاق الجميل. تهانينا لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري على فوز نبهان بالمركز الأول. المركز الثاني لايق بشعار عبد الله بن محمد بالهلي، المركز الثالث حكيم لعلي بن سيب بالأسود العامري، المركز الرابع ياتي شاهين لمحمد بن حمد بالأسود العامري، المركز الخامس جميل لسيب السلطان بن حمد بالأصري الشامسي. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة، لنا عودة مع التوقيت الزمني. تسع دقائق 42 ثانية 23 جزء من الثانية هو توقيت نبهان. تهانينا لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي لايق. توقيت الزمن 9 دقائق 44 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن محمد بالهلي واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول حكيم. توقيت الزمن 9 دقائق
44 ثانية 15 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بسريم بالأسود العامري.